صباح الخير أصدقاء الطلبة، لا أقول أبنائي أو أحفادي. أشعر بحميمية مع هذه المدينة الجميلة، هذه المدينة اللي من الوهلة الأولى وجدت بيها ناس تسعى أن تكتب تاريخ جديد، تاريخ يختلف عن النمطية اللي عاشتها هذه المدينة طيلة عقود. طبعا منذ المهرجان الأول اللي هو مهرجان القراء الأول في تكريت، وإلى هذه اللحظة أعيش نشوة التعرف على شعب محب للحياة، يريد يبني، يريد يعمر. قبل لحظات كنت أتحدث مع الدكتور أيسر إنه أكو علاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ومنها المدارس. تلبية لنداء الحملة التي أطلقها السيد مدير عام تربية صلاح الدين، وهي التبرع بمليون كتاب لرفض المكتبات المدرسية لمدارسنا بكافة مراحلها الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والإعدادية. حقيقة لبت النداء أول مدرسة وهي مدرسة السدير، كذلك فتحنا قناة تعاون مع الناشر الكاتب ستار محسن، وجاء هذا الرجل ويحمل معه كتب وقصص تحاكي الفئات العمرية للمرحلة الابتدائية كتجربة أولى، آملين أن تكون هذه التجربة ناجحة اليوم من خلال الاحتفال الذي أقيم. الشيء الآخر، نأمل من خلال هذه التجربة أن تعمم إلى المدارس أخرى، كذلك نشيد بمنظمات المجتمع المدني ونشيد بكل دور النشر المتوفرة في محافظة صلاح الدين وفي بغداد أن يشاركون في هذه الحملة لنشر ثقافة الحب والجمال، لتشيع أيضا داخل مدارسنا وداخل مؤسساتنا أيضا التربوية. الشكر والتقدير للأستاذ ستار محسن الكاتب والناشر، كذلك النشاط المدرسي شارك، ومن خلال وحدة الشؤون الأدبية لابد أن تكون هناك بصمة في هذه الحملة. أيضا الهدف الكبير أيضا كان لقسم الشؤون الفنية في مديرية تربية صلاح الدين، شعبة المكتبات أيضا لها دور في متابعة التفاصيل الدقيقة لهذه الحملة، وهي فحص النصوص وتشكيل لجان أيضا لغرض توزيع هذه الكتب إلى المكتبات المدرسية التي طالها الخراب. نبارك لسيد المدير العام هذه الخطوة، ونبارك لكل إدارات المدارس هذه الخطوة الجميلة التي تشيع ثقافة الحب والتسامح والسلام. على أحسين ياس، مدير النشاط المدرسي في مديرية التربية صلاح الدين. طبعا اللي عجبني مدينة تكريت وبصلاح الدين بشكل خاص انه اكو حميميه ما بين المؤسسات الحكوميه وما بين المواطن، وهذا اللي لمسته من خلال الشباب ومن خلال دائره مديريه النشاط المدرسي اللي احتضنت فعاليات مهرجان القراء الاول. نحن في دار ومكتب السطور واتحاد الناشرين العراقيين على استعداد أن نقدم ما نستطيع تقديمه لدعم حملتكم في رفض المكتبات المدرسية اللي تشكل حجر الزاوية في إعادة بناء الإنسان
واللي طالب يشكل بدايات هذه الإعادة. ننتظر الإشارة كي نشحن إلى مدينة تكريت الكتب التي تنسجم مع توجهاتهم وكتب الأطفال بشكل عام. شخصياً أبارك هذه الخطوة وأشعر بحميمية تجاه مدينة تكريت منذ المهرجان القراءة الأول في شهر اللي حدث شهر الخامس. شعرت أن مدينة تكريت تسعى إلى كتابة تاريخ من جديد، ومن خلالكم رسالة إلى كل العراقيين وكل العرب وكل العالم. تكريت مدينة تسعى للجمال، تسعى إلى ترسيخ قيم المواطنة، تمد جذور الإنسانية. تكريت تتبرأ مما حدث في قبل 2003 وما حدث أثناء داعش. المواطنين في تكريت غير النمطية التي سادت في فترة معينة. تكريت الآن تكتب تاريخ ناصع، تاريخ إنساني، تاريخ قريبا من الجمال. تحياتي ستار محسن علي، مدير دار مكتبة سطور.